تمكن اللاعب المغربي أشرف حكيمي من تسجيل أول أهدافه مع نادي باريس سان جيرمان في مباراة ودية ضد نادي أونيون سبورتيف أورليان. نادي البي اس جي المدكك بأسماء كبيرة ونجوم عالمية ينتظر جماهير نادي البي اس جي صفقة كريستيانو رونالدو. هل ممكن أنها ستكون وممكن أن نرى كريستيانو رونالدو في هذا الفريق الكبير الذي تم بناءه هذا الموسم؟ بطبيعة الحال يلا نشوفوا أبرز لقطات وأشرف حكيمي الهدف اللي سجله، وقولوا لي توقعاتكم في هذا الموسم، من سيفوز بدوري أبطال أوروبا؟ كل واحد يكتب لي تعليق. وهل تعتقدون أن نادي البي اس جي بهذه الصفقات يكون بطل دوري أبطال أوروبا أم لا؟ طبيعة الحال نادي بي اس جي كما تشاهدون باللون الأبيض ونادي أورليون بالألوان الأصفر والأسود والتسديدة الأولى. هذه مباراة ودية بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، ما دخلوش بكل الأسماء الأساسية، حتى أشرف حكيمي كان دخل في الشوط الثاني، أو اللاعب الشاب هذا كامل نشفوا عليه يعني سيمونس على حسب ما أعتقد. هاي كورة هنا لنادي، أوه تدخل دفاعي ممتاز، يعني بداية الضغط. طبيعة الحال نادي هذا النادي الصغير نادي أورليون يعني يلعب بحرارة كبيرة لأنه يلعب ضد البي اس جي طبيعة الحال في هذه المباريات التحضيرية للموسم القادم. هاي كورة هنا توزيع ممتاز، مرت بسلام. اوكي يعني البي اس جي باللون الابيض، نتكلموا على مشروع البي اس جي هذا الموسم، تسديده ولا لا؟ يعني عنده بي اس جي اسماء وتعاقدات كبيره قام بابرامها هذا الموسم اعزائي المشاهدين. هذا وان دل فانه يدل على انه التخطيط والمخطط كبير جدا في عقل المسيرين تاع هذا النادي الملكي الفرنسي. لاعب دراكسلر هذا صح، لاعب الالماني طبيعه الحال، اسماء كبيره قلت لكم من حارس المرمى، قلب الدفاع، خط الوسط وحتى الهجوم، يعني اسماء كبيره تعاقد مع نادي البي اس جي هذا الموسم والموسم الماضي واللي قبله. كل سنه تقوم باستحضار لاعبين كبار. هاي كره ممتازه لنادي اورليون، كره كان الفينش تاعها ضعيف جدا مقارنه بالاكسيريلاسيون والسرعه، كان يعني كل شيء ممتاز الا الفينيش عفوا لا فينيسيون. النهايه واللمسه النهائيه والاخيره كانت خاطئه. هاي كره اخرى هنا، لمس من القميص ومسك من القميص عفوا، يعني كانت التمريرات هنا ممتازة لنادي أورليون في البداية. بطبيعة الحال نادي البي اس جي يقومون بتجريب الأسماء هنا قبيل الموسم، بينما الأسماء الأساسية واضح من تكون، واضح من هم اللاعبين الأساسيين، أو سيمونس اللاعب الصغير في السن الذي جاء من نادي البرشا. أو ممتازة الكرة، توزيع مرت بسلام. هاي الكرة هنا، هاي 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 شوف يعني البراد ولا أروع من حارس المرمى برغم اصطدام الكرة هنا في الأرض. الكرات المصطدمة في الأرض هي أصعب الكرات اللي يخافوها ويكرهوها حراس المرمى. هاي التوزيع ممتازة، بعيدة بعيدة كل البعد. يلا نريد إدخال أشرف حكيمي، نريد إدخال كل الأسماء اللي تعاقدوا معايا البي اس جي هذا الموسم، نريد أن نرى الحلة الجديدة، نريد أن نرى اللاعبين الجديد والأوجه الجديدة. يلا أعطونا 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 أعطونا. هاي كورة أنا لنادي أورليون، حذري الدفاع يتدخل، ممتاز ممتاز التدخل الدفاعي في هذه اللقطة، يعني بتدخل نقي ونظيف من دون خطا. سيمون صاي ممتاز، الانطلاقه ممتازه، لاعب شاب، هايل هايل هايل، لاعب شاب عنده مهارات منذ كان صغير. شوف البدايه هذه يعني اعتقد بانه سنراه اكثر هذا الموسم. الموسم الماضي ما لعبش في الكثير من المباريات. دراكسلر الان على التنفيذ، دراكسلر مرت الكره بسلام على مرمى حارس الفريق الخصم. نهاية الشوط الأول هنا. ده الشوط الثاني سنرى دخول اللاعب المغربي أشرف حكيمي، القطار السريع كما يسمونه عشاقه. طبيعة الحال هاو حكيمي يدخل أعزائي المشاهدين في هذه اللحظات. أشرف حكيمي يسجل دخوله في هذه المباراة. كايلور نافاس هنا دخول الأسماء الأساسية الكبيرة بطبيعة الحال. اللاعبين اللي يعني يعتمد عليهم نادي بي اس جي في تنقلاته في دوري ابطال اوروبا، كورزاوا العوده طبيعه الحال، اسماء كبيره في نادي بي اس جي. هاي كره هنا ممتازه، التمريره الى بيني، اوه على مرتين، تعود الكره هنا اخرى والدفاع يتدخل، استماته دفاعي. هنا نادي اورليون عارف الحاله النفسيه اللي راهم فيها، يعني دخلوا لعبوا بكل قوه لانهم يلعبوا ضد نادي بي اس جي، بينما نادي بي اس جي يدخل بيلعب ببروده لانه يلعب مباراه وديه ضد نادي نوعا ما ضعيف، نادي نوعا ما يعني مش من الدرجه تاعهم. هذا هي الفرق يعني، وهذا هو الامر اللي يخلي المباراه نوعا ما تكون صعبه على البي اس جي انه يسجل فيها، لانه تشوف حراره كبيره عند لاعبين نادي اورليون. هاي كره ممتازه تمر بسلام عند حارس المرمى، كره من هنا وكره من هناك، يعني كان مباراه بطوله وليس مباراه وديه. تسديده بعيده 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 بعيدة كل البعد. هنا الفكرة كانت جميلة جيدة، ولكن يعني التنفيذ كان غريب الأطوار نوعا ما. تدخل الدفاع هنا، اوه هاي بالكروازي، عطاها له بالكروازي ما مرتش. يلا وينو أشرف؟
هاي التمريرة ممتازة هنا، تغيير المكان، تغيير الزاوية وتغيير جهة اللعب. ها حكيمي الهدف الأول، حكيمي الهدف الأول له مع نادي البي اس جي. شوف أنا التمركز تاعو، قلت لكم أنا أول ما جاء البي اس جي قلت لكم أنه البي اس جي تعاقد مع مدافع ومهاجم وظهير وجناح، كل هذا في لاعب واحد، لذلك الصفقة لازم عليها تكون غالية. وهو حكيمي يجيب ويؤكد كلامي بتمركزه أحسن من المهاجمين وتسجيله هدف في وقت عجز المهاجمين عن تسجيل. يعني كورة ممتازة، تشوف حراسة على المهاجمين فقط وإنما المدافع أشرف حكيمي اللي يلعب كظهير أيمن في هذه المباراة، يعني ما كاش عليه حراسة مشددة، لذلك هذا اللي يسمح له أنه يهرب ويسجل الهدف هذا بطبيعة الحال في هذه المباراة الودية. حكيمي يسجل، وهذا اللي خلى المدرب تاع نادي اورليو يغير المخططات هنا ويغير لاعبين. تسديده قويه جدا، كورزاوا كان في المكان، كورزاوا كان في التغطيه، تعود الكورانا هاي الممتاز كورزاوا على مرتين ثلاث. اوه يا البراد، البراد من حارس المرمى كانت ممتازه. لا كره جميله جدا كانت هنا، والحارس طبيعه الحال لاعب غربي يدخل، دراكسلر يخرج يعطي إشارة القائد لماتويدي، غربي هو اللي يدخل، لا ليس ماتويدي عفوا، ماتويدي موجود في بي اس جي حسرة. وين راني رحت أنا؟ رحت لسنوات قديمة أعزائي المشاهدين، كان يبحث فيها البي اس جي تخطي دوري الأول من دوري أبطال أوروبا. هاي كورة هنا، تمريرة ممتازة الثانية، حكيمي حاضر وراء كل الكرات الخطيرة هنا. طبيعة الحال سيكون سند كبير جدا لفريق الباريسي هذا الموسم. حكيمي مرة نشيط جدا في الجهة اليمنى، حتى بالقدم اليسرى يسدد، بسم الله ما شاء الله، يعني كراته جميلة صراحة. هاي كرة أنا خطيرة والحارس يتدخل في المكان المناسب. بعيدة كورزاوا أيضا الغائب الحاضر في الموسم الماضي، كان أعتقد غائب لسبب من الأسباب، ولكن السبب هذا مانيش عارف وش هو. خروج هنا اللاعبين، يعني تجربة أكبر عدد من اللاعبين، أكبر عدد ممكن من اللاعبين، هذا والهدف وهذه الغاية. وبالنسبة لنادي أورليون يعني كل واحد يصح له شرف أنه يلعب ضد هذه النجوم الكبار. هاي كرة ممتازة، الدفاع يدخل، أولولو كيلور نافاسيون قيد كرتين ثلاثة، وكيلور بداية موسم موفقة من كيلور هنا، تحضيرات هذا الموسم. شوف انطلق ببارات جميل ليفلكس ولا أروع، كرة الثانية أيضا يوقفها كيلور نافاس، جي جي 10/10 برو. شوف الكرة الثانية، ممتاز كيلور. هاي كرة هنا باريسية، غربي تسديدة يا غربي ممتازة، تسديدة من غربي ممتازة. في الأخير أعزائي المشاهدين كانت هذه المباراة بين نادي البي اس جي ونادي شوف يو اس او، مباراة ودية فاز فيها نادي البي اس جي بهدف وحيد وهدف يتيم. نادي اس جي جرب أكبر عدد ممكن، ما شفناش سيرجيو راموس، نريد أن نرى سيرجيو راموس، ولكن مازال مباراة تحضيرية، مازال ممكن بطولة قبيل بافتتاح هذا الموسم. الحاجة اللي بغيت نقولها لكم خاوتي، نتمناو أنه هذا المرض وهذا الوباء يزول، لأنه الأعداد راهي تزيد وراهي تضعف، سواء في تونس في الجزائر في المغرب، يعني إن شاء الله ربي سبحانه يرفع علينا هذا الوباء، نرى موسم كروي جميل يكون في حضور جماهيري إن شاء الله خاوتي لكي نستمتع معه. بشكركم الفيديو هذا الأخير، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. بيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.